بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، انطلقت فعالية مهرجان راجعين للتسوق الذي تقيمه مجموعة أسيس جروب والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية بقاعة النصر في المؤسسة، وذلك بمشاركة 36 جناحا. تنوعت مشاركتهم بين الألبسة والحلويات والهدايا وغيرها. اطلقت على هذا النشاط صور من صور الانتصار في حلب، بداية الانتصار في حلب بدأت تتجسد من خلال هذه الأسواق الشعبية اللي هو سوق من الأسواق التي سوف تنطلق في الأيام القادمة. طبعا نحن متفائلين جدا، هاي الإرادة الموجودة عند الشعب، عند الصناعي بمدينة حلب، عند التاجر في مدينة حلب، فنحن انتشالنا من تحت الركام ونحن بنطلع لحالنا، بس انتشلونا من تحت الركام بنطلع لحالنا. هو رسالة موجهينها لكل الناس الموجودين انه حلب دائما هي عاصمة الصناعة والتجارة، فنحن بهذا المهرجان عم نقول راجعين، راجعين لنرجع، نحن نرجع الصناعة ونرجع حلب، ونفس الشيء للفعاليات الاقتصادية انه ارجعوا اشتغلوا، حلب موجودة وحققت الانتصار. ونوه عدد من المشاركين في المهرجان إلى أهميته كونه صلة وصل بين المنتج والمستهلك، لافتين إلى أن حلب بجهود كل أبنائها ستستعيد مكانتها الاقتصادية وألقها وازدهار اقتصادها. أهمية مشاركتنا بالمعرض تجي يعني إعادة إن شاء الله بداية خير للمعارض وإعادة عجلة الدوران الصناعية والتجارية لمدينة حلب. هالمعرض إن شاء الله يكون فاتحة خير. والله إن شاء الله بإذن الله مشاركتنا إن شاء الله بإذن الله كويسة، وبنتمنى من السلطات أنه يصير يعني هالتجمع يصير بمحل أكبر، محل كسول إنتاج يعني كأكبر وكأحسن وكأفضل. شاركنا لأنه من أجل أن نفرج العالم كله أن نحن صامدين بعد فترة الإرهاب، وراح نستمر إن شاء الله، وإن شاء الله سننتصر كاملا على كافة أراضي السورية. يذكر أن المهرجان يشمل إلى جانب فعاليات التسوق العديد من الأنشطة الموازية كمسرح العرائس والحديث.